السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مع بداية العام الدراسي الجديد سواء المدارس أو الجامعات والكليات، أغلب الطلاب متحمسين لبداية هذا العام الدراسي بمزيد من النجاح والتفوق. اليوم راح أتكلم عن تجربة قام بها مجموعة من الباحثين من أجل معرفة الوسائل الأفضل للمذاكرة والدراسة وتذكر المعلومات. هذه التجربة نشرت على مجلة APS Psychological Science. المهم مفاد هذه التجربة أنه الباحثين ذول جابوا 200 طالب، قسموهم على مجموعتين، المجموعة الأولى 100 طالب والمجموعة الثانية أيضا 100 طالب. المجموعة الأولى انطوهم لكل طالب انطوه 4 أوراق من أجل مذاكرتها ودراستها وحفظها. المجموعة الثانية أيضا لكل طالب انطوه 4 صفحات من أجل مذاكرتها، ولكن المجموعة الثانية لكل طالب انطوه 3 صفحات فارغة بيضاء من أجل تسجيل الملاحظات عليها، بالإضافة إلى ذلك انطوهم أقلام، بالإضافة إلى ذلك انطوهم ماركرات بألوان مختلفة من أجل التأشير على النقاط المهمة. انطوا للمجموعتين 4 ساعات من أجل مذاكرة وحفظ هذه المعلومات، وارسلوهم بعدين إلى بيوتهم واستدعوهم بعد 10 أيام وسووا لهم امتحان. شافوا أن المجموعة الأولى اللي فقط أخذوا 4 صفحات بدون أي شيء معدل درجاتهم تقريبا 66%. أما المجموعة الثانية شافوا أنه معدل درجاتهم 83%. المجموعة الثانية جابوا 83، ليش؟ بسبب أنه لخصوا المعلومات وذكروها أحسن لمن لخصوها بإيدهم وأشروا على النقاط الأساسية. فمفاد هذه التجربة أن الطالب اللي يكتب بإيد الملاحظات الأساسية ويأشر بألوان مختلفة بحيث دماغه يكون قادر على تذكر المعلومات أفضل وأفضل. بالإضافة لهذه التجربة عموما كنصيحة عامة، الطالب لمن يقرأ أيضا بصوت عالي بحيث أذانه تسمع هذه المعلومات، أيضا الدماغ راح يكون إلى فرصة أكثر في تذكر هذه المعلومات. أتمنى أن تكونوا استفادتم من هذا الفيديو، ألقاكم في فيديو آخر، مع السلامة.